جرب والدنيا تجرب متنوعه من كل جانب اختار الحل المناسب وحساب الفايز علينا اجمل اوقات السعاده اقبل بالبشرى ما عده فيها المعرفه والفدا والبسمه نرسمها فينا مرحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج حسابك علينا، تحديات ومنافسات. احنا اليوم في العلية فيوب، نروح نتحدى الزباين اللي موجودين في هذا المول، واللي بيتحدانا اكيد بيكون حسابه علينا. غير كذا نقول له حياك وبياك وفرصة سعيدة. اول تحدي يلا. اهلا وسهلا من جديد في العليا فيو وفي محل صانع الاتقان. ليش صانع الاتقان؟ لانه بعد شوي بنصنع شيء موجود في محل صانع الاتقان، وبجنبي هنا ابو عدي. يا هلا ابو عدي. الله يخليك، الله يسعد لي مساك. جاهز ابو عدي انت؟ جاهز باذن الله تعالى. يا سلام، عندنا اثنين من الشباب ونشرح لهم بعد شوي ايش التحدي، بس خلونا نتعرف عليهم ونسالهم قد جاوا المحلات اللي هنا ولا لا. وش نتعرف عليك؟ محمد الدوسري. محمد الدوسري و سامي المالكي. وسامي المالكي، العليا فيو جهه دايم ولا اول مره اليوم؟ لا دايما احيانا. يعني ليش تجي العليا فيو؟ يعني نتفرج على الاشياء الجديده. ايوه رائع. المحل هذا صانع الاتقان مريته قبل كذا؟ ممكن. واليوم ان شاء الله بتشوف شيء جديد، بنختار ونشوف ذوقك في الالوان. طيب سامي، كيف امورك؟ والله الحمد لله ماشي. جيت العليا فيو وصانع الاتقان؟ لا، وصانع الاتقان يمكن ما جيتها، بس ان المنطقه هذه المره هي. يا سلام يا سلام. طيب عندنا تحدي بسيط، وانفزتوا حسابكم علينا. تعرفون ربطة العنق هذه؟ طيب من اللي قد استخدمها يعني في سفرة ولا وين؟ الله عني أنا ما بقد. مرة مرة أنا فكرت بس ما ضبطت. ما ضبطت معك. طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله مع صانع الإتقان وأبو عدي اللي بيشرح لنا طريقة الربطة، وبعد شوي يطبقونها. كل واحد يختار اللون اللي يبيه ويطبقه على نفسه، وأفضل طريقة وإتقان عن اسم المحل هنقول حسابك علينا. يلا ابو عدي كيف؟ سبيتا اول شيء صغيره. ايوه هدين، شدها شويه تصير جوزي، تاخذها شوي تجمعها صار جوزه. ايوه هدين، ترجع تاخذها حركه بسيطه. عز الله عرفناها. ها يا سلام، شوف كيف تختار على حسب اللون اللي تبيه والشكل اللي تبيه. الالوان طبعا حسب مثل ما حشرت حكيت. أيوة. شيء يناسب الفوج اللي تلبسه، قميص اللي جرافي معه، الطقم اللي تلبسه. وانتم عندكم هنا الطقم كامل؟ ها اكيد، الوان تشكيله حلوه ومميزه كل فتره. تعالوا تعالوا هنا صار الاتقان ونشوف الامور ان شاء الله. ها كيف الامور؟ عرفتوها؟ ماشي. ها ها احنا بنجرب هذه المركبه اتوقع. لا ما في شيء جاهز، كلها جديد. طيب يلا كل واحد يختار اللون اللي يبي، نشوف من الالوان. اختاروا. ها اختار الاحمر وانت الازرق. طيب جاهزين؟ طيب يلا ها نفكها من هنا، طلع هذه وتوكل على الله. بسم الله، 1 2 3 يلا ما فكيناها، نشوف الشباب. يعطيكم محاولات، ترى عادي الامور، يعني الامور طيبه ان شاء الله. ها ها ابو من؟ ابو مناحي. ابو مناحي وابو ضيف الله. ابو ضيف الله، ايوه بدا هناك. يا سلام عليك ابو ضيف الله. ابو مناحي، ابو مناحي كيف الامور يا ابو مناحي؟ ها ما ادري انا والله، انا ترى ما ادري، انا قاعد فلسف عليكم وانا ما ادري. حاول حاول يا مناحي، حاول. ايوه ساعده شوي يلا، ها بس خلاص مساعده واحده بس ترى ما ادري. يلا ها كيف؟ ايوه شوف، خلنا اشوف كيف. ها هذا النظام البريطاني ما تعرف اللي. والله خطير رجل فاهم انت تقول. ها كيف تنفك؟ كيف تنفك؟ يمكن صحيحه ترى. ايوه فكيت. ايوه كيف كيف؟ ما اسمعك. هي في لها واحده سهله بس هو صعبها الله يهديه. يمكن كل يعني مختلفه هي انواع واشكال، بس هذه ربط الوسط. هذه الربط الوسط اسهل ربطه يعني. نشوف الحين الشباب الاثنين. ابو مناحي، ابو مناحي وش السالفه؟ والله مثل ما تشوف. يا زين الثوب اجل. انا اشهد. على طول البس و ربها زينه بس. ايش السالفه؟ وايش بتطلع الماركه يعني؟ تسوي دعايه ترى هذه اظنها في الخلف تجي. ها قربنا منها. قرب انت.
انت جبته بس المقلوب، تعرف المقلوبه اللي ناكلها. ايوه ها. والله والله تمام ما شاء الله، والله تواجه يعني. طيب خلينا نشوف كشوف. معليش هذه وش سالفتها ذي؟ ما لك دخل فيها. وش ماني دخل، شوف طالعه ما شاء الله. هي كذا ما هي كذا. شوف اللي على الباب هناك نفس. ما عمري شفت زي كذا انا بصراحه. اما هذا اللي طالعه من عندك هذه. والله سامي من عندك. اضافه جميله بس. طيب نعطيهم محاوله. محاوله. طيب وبخلي ابو عدي طبق قدامهم وهم يشتغلون الشباب. سوي واحده بسرعه كذا. يلا يلا هم يطبقون. نشوف اسرع واحد يطبقها وانت تطبقها معه. يلا مع بعض. واحد اثنين. ها خلي بس يفكها ابو ضيف الله وابو مناحي. يلا بسم الله على طول سوا عشان ما نشوف اسرع واحد. يلا ايوه ابو عدي قاعد تعلمهم. ابو عدي احنا ما نبغى نعلمهم. خلاص بس الى هنا وخلاص. خلاص ابو عدي بسم الله. يلا يلا خلاص حركه كبيره. ايوه طيب خلاص الحين ابو عدي انت طبقها على طول بدون ما تقول شيء. هم ينظرونك. ايوه بسم الله. نشوف الشباب اسرع يا ابو عدي عشان نشوف الاسرع منهم. خاف يسوون اثنين زي بعض نتورط حنا. ايوه يا سلام عليك يا يلا حاول يلا يلا. ها ها انت قاعد تلعب نفس ما اوف روعه. سوي اللي تعرفه انت اللي تعرفه. انا اعرف هذه اللي كذا. سوى سوى عادي عرفت تربطها لكن ما هذه ما اعرف. الورده اللي هنا. ايوه ابو مناحي والله اموري معقده. وش معقده؟ تعقدت زود الحين. انا اشهد. ها هاي الربع ايش رايكم الحين؟ ما قدروا الشباب ما قدروا الشباب للحين. متعود من بليس. اصبر يلا بسم الله. ها سم بالله. والله كان في واحده سهله بس هو صعبه. والله صعبه. هذا جوز. هذا وش ايش اسمها هذه؟ ها جوزتين. ها جوزه صغيره يعني. جوزه واحده بتطلع رفيعه. ايوه سويتها قبل شوي. اي تطلع رفيعه بس هي الرفيعه هذه. اجل في واحده اسمها جوزه يعني. طيب خلينا نشوف الجوزه. سوي الجوزه. طب سوي الرفيعه. سوي الرفيعه هذه. يلا سويها سامي. ما صورناها. اما ابو مناحي الحاله جو الحاله هنا قاعد يحاول يشوف جو فيها. هذه لعبه المتاهه. انا اشهد. طيب ها يا سلام يا سلام يا سلام عليك صار ستاره. ها يا سلام عليك. الله وش ذي؟ هذه الرفيعه. هذه الرفيعه الحين حيث ان هذه شوف طالع. هذه الرفيعه الحين كذا عرفت. بصراحه شوف شكله بالله شوف شكله والله ممتازه بصراحه. ايش رايكم الربع الحين؟ الاثنين خسروا معانا كذا الحين. وش الحل؟ ها تعادل. ها تعادل 0-0. الله بس مين جاب الصفر الاول؟ والله يمكن انا. ايوه قاعد يعلق من اليوم. ايوه يا سلام عليك. طيب ايش رايك ابو عدي مين يفوز؟ والله هن اثنين ما شاء الله يحاولوا يعني ما في نفس. هم حاولوا وانهم يحاولون يصنعون الاتقان. ما في وفيات لحد. ها كيف؟ ما في اختناق ترى. اي ما في اختناق. انا خايف من الاختناق. الله يعطيكم العافيه اثنينكم وبنفوزكم الاثنين. ايش رايكم ها يا صانع الاتقان؟ نفوزهم الاثنين؟ توكل على الله. حب المحاوله وصناعه الاتقان. والف مبروك تحيه من فريق العمل. وحسابكم حسابكم علينا ان شاء الله. ايوه في كرتن ثاني معانا من الشباب اثنينهم هنا. نمسكينه واحد يمسكينه. يا سلام عليك سامي ابو مناحي وابو ضيف الله. وان شاء الله باذن الله شكلكم سافرت برا بثوب شماغ. ها اكيد خلاص ما يحتاج اسبريه. طيب احنا التحدي بنت البكار كيف؟ والله انها معقده شوي حتى هنا في شماغ. يعطيكم العافيه. تحديات قادمه خليكم معنا في برنامج حسابك علينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. تنافس جديد وحسابهم علينا اذا كانوا قد التحدي. نتعرف على الشباب اللي معانا والابطال اللي جايين يتقضون وبيكون حسابهم علينا ان شاء الله اذا فازوا علينا ولا لا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تعرف على شو اسمه؟ عبد الرحمن الكرديس. ونعم والله عبد الرحمن. وش الشيخ؟ عبد العزيز الكرديس. عبد العزيز الكرديس. طيب انتم شايفين الان هذا الكاب وعندي ثلاث كور. تمام ثلاث كور. هذه ثلاث كور. شوف واحد اثنين ثلاثه خلاص. حوقف انا هنا وكل واحد له ثلاث رميات. أكثر رميات هو الفائز. يعني اللي ولا رمية واحد جاب رمية مين الفائز؟ أبو رمية. واللي جاب رميتين والثاني جاب رمية مين الفائز؟ أبو رميتين. واضحة صح؟ يمكن ما تفوزون كلكم. ألا بفوز. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يلا من يبدأ؟
يلا تفضل خذ الثلاث كور. يا سلام بسم الله. جاهزين؟ نفس عميق بالله، نفس عميق كذا وصدرك فوق. ايوه يا سلام، ايوه كذا يا سلام، حلوين. جاهز؟ بسم الله وعلى بركة الله. يلا لحظة جاهز؟ يلا ابدا. حلو يا سلام عليك يا سلام. طيب السلام، تحية يا جماعة، تحية تحية. صفقون صفقون، استاهل استاهل والله. طيب هنا جاب رميتين، تفضل. جاب ثنتين، جيب الثلاث عشان تفوز ولا ترى. اها قايل لك انا. يلا يلا بسم الله. لحظة، يا سلام عليك، واحد راحت الثانية. يا سلام، تحية لي عبد العزيز، صح؟ عبد العزيز هو الفائز. تحية لعبد العزيز شباب، تحية تحية، يستاهل التحية، يستاهل التحية. وحسابه علينا عبد العزيز. لحظة، وين الكوبون حق حسابك علينا؟ حسابك علينا وقض مقاضي تسمع على على مقاسك وعلى مقاسي، واذا خرجت كيس لك وكيس لي. ها بس لا تقول للمشاهدين يعني. يلا يا جماعه مع السلامه. يلا خلاص مع السلامه، بروح تحدي ثاني. يلا مع السلامه، قفل الكاميرا. يلا تعال تعال تعال، مع السلامه. يلا مع أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام في حسابك علينا في تحدي الثقافية. هلا وسهلا، أهلاً مرحبا، حياك الله. الله يحييك، الحمد لله الأمور طيبة. الحين نبغى أسئلة ثقافية شباب، كيف الحال؟ الله يفيك طول العمر، ركز إن شاء الله. ما عليك مذاكر من عصر الله يوفقك. اسمك كريم؟ عبد العزيز العنزي. ونعم باسل العنزي. ونعم يا شباب، احنا كنا بنتحداكم تحدي بعدين انتم شخصتوا علينا، قلنا لا نبغى أسئلة تحدي وثقافية. اللي يفوز منكم واحد، عاد مين اللي بيطلع هو الدافور الباهم؟ اوه بدينا تصريف ما جاء خلاص، اذا فزت اعطيني اياه يعني. هذا فوز بالانتفاخ وياك. افا نوى ترى. ها ركز، احنا عندنا خمس اسئله سريعه، يبغى لها سرعه بديهه على طول جاوب. السؤال الاول، احنا الان في محل في مول العليا فيو، وش اسم هالمحل؟ القناص. واحد صفر، ركز. القناص مركز الرجال، القناص واضح بياخذ الهديه من اللوحه، بس انه هو على النقاله. ها القناص. طيب السؤال الثاني يقول، مدينه من مدن العالم تبدا بحرف الراء. روما. روما ما شاء الله. واحد واحد، ركز يا شباب. طيب شيء موجود في المحل يبدا بحرف الحاء. حزام. حزام. اثنين واحد، ركز. ها لا تو اثنين واحد. ها تمام. طيب شيء موجود بالمحل، انا بعطيكم كذا في شطفه في السؤال. طيب شيء موجود في المحل يستخدم وقت الشتاء. جاكيت. اثنين اثنين. الان السؤال الفاصل، مركزين يا شباب. النفسيه كيف؟ لا تمام، بس خلينا اسئله ثقافيه مو شيء بالمحل. تبغى اقوى؟ ما في مشكله. طيب تبغى سؤال اقوى؟ اللي ودك راح. طيب قانون الجاذبيه الارضيه، ممتاز. من هو مخترع قانون الجاذبيه؟ ما شاء الله مع بعض. نيوتن بن من؟ والله ما ادري. نيوتن بن من؟ والله ما عندي خلاص. اسحاق نيوتن. اسحاق بن نيوتن، مو نيوتن اسحاق. ايه نعم، انتوا جبتوا اسمه هو اسحاق بن نيوتن. يقول كيف ما يجيبه. طيب سؤال ثاني، السؤال الثاني يقول، مدينة من مدن المملكة، ايه بعطيكم سؤال فيه يعني عن السياحة في المملكة، اين تقع مدائن صالح؟ حلو المدينة العلا. ما شاء الله الدن. مبروك حلو المدينة. هو قال العلا ومبروك. اسمك؟ باسل العنزي. باسل العنزي. ونعم باسل العنزي فاز معنا، وحسابك علينا. بتعطيه عاد الحين هديه ولا تفكر؟ يستاهل والله. يستاهل، احرجتني. قل استاهل احراج. والله يستاهل خويي. مبروك. الله يعطيك العافيه. الله يوفقكم، فرصه سعيده يا شباب، تشرفنا فيكم. هلا ومرحبا يا ابوي، حسابك علينا. مشينا. المنتجات كثيره، ولكن حنا نجي عند الشراء والبيع. من اللي بيحاسب؟
احنا ولا انتم، ونقول حسابكم علينا. تابعوا الفقرات وخليكم ويانا. من جديد من هنا من محل العسل البري، أيضا مستمرين معكم بالتحديات والفقرات، ومعانا أحد الشبان ما شاء الله عليهم اللي في هالشارع. ما شاء الله شارع حي، يعني في محلات وفي مطاعم وفي عسل والعسل بري بعد. ها كيف حالكم؟ خير الله يسلمك. عرف عليك؟ معك عبد الله الشبنات. عبد الله الشبنات، حياك الله عبد الله. أول مرة تطب محل عسل بري؟ إيه أول مرة والله. تشتري عسل دائما ولا ما تشتري؟ بعض الأحيان والله. بعض الأحيان. متى تشتري العسل يعني؟ بين فترة وفترة. تعرف انواع العسل وملع يعني مو بكثير لاني انواع عندك البري ولا يعني انواع معينه عاد انت القط قززتنا طيب جميل. اليوم ان شاء الله باذن الله انك يعني تفوز معنا ان شاء الله، واذا فزت معنا تحصل على كوبون حسابك علينا. بس كيفك المشتريات؟ تعرف الاعداد؟ تعرف الاسعار من بعيد؟ يعني تعرف ان هذا كم سعره وهذا كم سعره ولا ما تعرف؟ لا والله. طيب اليوم نختبرك، نعطيك هالكيسين. الكيس عليه منوكة، هذا منوكة ما شاء الله معجون أسنان خاص بالعسل البري، بس ما في شيء فاضي الحين. أنت تفضل هذا الكيس الثاني. هذا الكيس الثاني. هذا الكيس. طيب إيش فكرة اللعبة والتحدي؟ وإذا فزت نقول لك ألف مبروك عليك. الآن عندك من هالرفين، الرف الأول والرف الثاني، تجمع بما قيمته 1000 ريال من أنواع العسل. يعني حاول إنك تقرب، وبعدها بنروح أنا وياك عند المحاسب ونشوف. إذا كان قيمته 1000 ريال نقول لك ألف مبروك، إذا أنت أقل من 1000 ريال نقول لك مع السلامة. بس بساعدك شوي، إذا قلت عن 50 أو إذا زادت 50 ما عندنا مشكلة. يعني لو جبت أنت 950 ريال نقول لك ألف مبروك، أو 1050 ريال نقول لك ألف مبروك. جاهز؟ جاهز. مستعد؟ يلا بسم الله. يلا نشوف اليوم اختبار رياضيات كذا عن بعد. حالات إن ما فيها تسعيرات. ما فيها تسعيرات، مرة شايلين التسعيرات منها. نبدأ؟ يلا بحسب لك الآن كم نحسب كم يا فريق الإعداد؟ نحسب لك 30 ثانية. يعني بسرعة. بسم الله توكل على الله. بدأت 30 ثانية، أبى أزودها من عندي 10 ثواني. يلا 40 ثانية. 40 ثانية ما في مشكلة. ما شاء الله تبارك الله. نشوف محل العسل البري، ما شاء الله متنوع الأدوات عند العسل، وأيضا كما ترون مانوكا معجون أسنان عالي الجودة يحتوي على عسل مانوكا الطبيعي. عسل مانوكا الطبيعي هذا يعني معجون أسنان، يعني ما شاء الله العسل البري متنوع الأغراض. انتهت 40 ثانية يا شباب. ها كم باقي معانا؟ كم باقي معانا؟ انتهت 40، زودتها شكلك من عندك. يلا ها كمل كمل كمل، ها كمل كمل. آخر 10 ثواني. 10 9. ما شاء الله عليك، ضفت المحل كله أنت. والله ما توقع إنه 1000 ريال هذا الحين. والله ما أدري أو أكثر أو أقل، ما أدري. إحنا قلنا اللي بيننا كم الفارق؟ زادت عن 50 أو قلت عن 50. أو قلت عن 50. طيب نروح عند الشباب هنا. السلام عليكم. طيب نشوف حنا الأغراض اللي ضفها ما شاء الله عليه. عبد الله، عبد الله الشبنات، هل هذه سعرها 1000 ريال؟ ولا باقي كيس ثاني بشرك. أحسن هزود. والله مرة مرة بالغت. قلت شكله رخيص ولا شيء فأضف. يلا هو ترى العسل أنواع، في النوع اللي بسعر أقل وبسعر أعلى متنوع. احسبوها لنا. كم طلعت؟ طيب يلا تعال خلنا وانت نروح كذا على الجنب شوية كذا ونشوفهم، بس نشوف حساباتهم. ما شاء الله تبارك الله. آها أنت لقيت 120 ألف. أوه لا لا لا، وين ما تجي. كم؟ 1260. 1260. وش السالفة؟ والله ما يعني فزت ولا خسرت؟ والله ما ادري. انت 1260 اعتقد اذا فزت الظاهر فوق ال 1000. ال 1000 زياده عنه 50 او اقل عنه 50، يعني 1050 او 950. رحت 1250. يعني 1260. اوه مو 50 بعد، انا حطيت 50 من عندي.
طيب معليش عبد الله هاردك شوفتك اليوم بحد ذاته مكسب. الله يسلمك والله صرت فيكم صراحه والله ما همني والله جاي عبد الله يعطيك العافيه. يلا ما في مشكله نروح نلحق على العشاء الحين. يعطيك العافيه عبد الله. يلا بعد خساره عبد الله نشوف الفقرات القادمه ومن سوف يفوز معنا. خليكم معنا في برنامج حسابك علينا. يا هلا فيكم الجديد من هنا من العسل البري وتحدي ايضا قادم في الذوق ومن يعرف انواع العسل. معنا احد المتسابقين والمشاركين تعرف عليك بسام الناجم. حياك الله عبد السلام. ها عبد السلام بسام الناجم. بسام طيب وين الابتسامه يا بسام؟ ايوه يا سلام عليك بسام. تعرف انواع العسل وكذا؟ والله مو مره. اليوم نختبرك اختبار سريع. الانواع الان موجوده عندك اربع انواع بنذكر اسماها بالذوق كل نوع وبتعرفه وتحاول بعد شوي تعرف انواع العسل عبر الذوق. جاهز ان شاء الله؟ يلا بسم الله على بركه الله نبدا معك. اول عسل وش نوعه؟ هذا عسل الموالح. الموالح وش فايده العسل الموالح هذا؟ هذا ممتاز مغذي برضه ممتاز لاصحاب الضغط. ممتاز جدا جدا للاقرب. يلا يا ابو من يا عبد بسام ابو سعد. طيب ذقته هذا الموالح. احفظ اسم الموالح. يلا بسم الله. ايوه عطى الثاني. ها هذا عسل السنديان. السنديان هذا عسل السنديان اللبناني. اللبناني وش فوائده؟ ممتاز جدا للباطنيه برضه ممتاز جدا للبول غير الغادي برضه ممتاز يعتبر مغذي جدا. ها قاعد تذوق السنديان. تذوق من قلب انت. اي لازم والله مره شكلك بتفوز. ما شاء الله عليك. عسل حبه البركه. حبه السوداء. حبه السوداء. الحبه السوداء. نعم الحبه السوداء له فوائد ايضا ما شاء الله. هذا للمناعه ما شاء الله كويس. ما شاء الله العسل دائما مفيد باذن الله. الحبه السوداء مكتوب. ها الحبه السوداء واضح ان حبه سوداء. ها شكلك طباخ على خوي اذا طلعت البر. طيب ها اللي بعده الكراويه. كراويه نعم. هذا وش من وين جاي؟ هذا مصر. من مصر. هذا برضه ممتاز جدا للباطنيه ما شاء الله. ممتاز في مغذيه للاطفال برضه فاتح الشهيه. يا سلام بسم الله. يلا ويعتبر عسل الطاقه. عسل الطاقة والقوة. كراوية. ها؟ كراوية نعم. كراوية. عرفتهم؟ جاهز؟ أنا بجيك يا أبو سعد. ها؟ أبو سعد. خلاص عرفتها؟ عارف أنواعها وش هي؟ ها واحد أول واحد دكت. موالح. الموالح. والسنديان. السنديان. حبة والحبة البركة. السوداء. السوداء. والثاني الأخير وش هي؟ كروان. كراوية. كراوية. طيب. ايوه الحين بنجي لك الان نذوقك واحد وانت عارف هو ولا لا. شاء. يلا جاهز انت؟ شاء. غمض عينك شوف. ايوه عشان ما تشوف غمض عينك. يلا بسم الله. هذا اول نوع وشو؟ هذا ذاك يسمونه وشو؟ سنديان. هذا سنديان؟ اي اكيد عشان راح اسال الرجال. سنديان. ايه؟ هل هو سنديان؟ لا لا حبه البركه. حبه البركه اول اجابه خطا. طيب ما في مشكله باقي لك الان. احنا قلنا لك لو جبت ثنتين ولا ثلاثه قلت لك انا ما قلت شيء. لا ثنتين. ثنتين ولا ثلاثه؟ ثنتين. ثلاثه انا قال ثلاثه اظن ثلاثه. ما قلت شيء والله. يلا جبت ثلاثه فايز. يلا نشوف اللي بعدها. بسم الله. موالح. هذا موالح. موالح هذا ها؟ هذا عسل الكراويه. عسل الكراويه. خربان عسل. ناخذ محاوله اخيره. يلا اخيره وهي كذا ولا كذا انت الحين رحت فيها بس يلا ما في مشكله نشوف نجرب خلينا نذوق ما في مشكله. وانت في البدل الضايع الحين ها ايش نسوي؟ وشو هذا؟ الموالح. موالح. هذا السنديان. هذا السنديان. اقول لك ما مو مره. ما في مشكله مشاركتك هذه ووجودك معنا كانت يعني بحد ذاتها فرصة. الله يسعدك. بس الحين عرفت انواع العسل. ان شاء الله. خلاص صح؟ ان شاء الله. يلا شكرا لك، جزاك الله خير. انتهت او التحدي انتهى من هنا، نروح نشوف التحديات القادمة، خلوكم معنا في برنامج حسابك علينا. يا مرحبا ويا مسهلا، يا جماعة الخير عندي هنا طقم يعجبكم، طقم عسل صدق. هلا والله. هلا. كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك؟ طيب. شو اسمك؟ عدي. ونعم. وانت؟ عبد الله. عبد الله ونعم. وانت؟ حمودي. حمودي دلع نفسك ها حركات. شو اسمك ها؟ متعب. متعب. اسمك متعب. يفكر. يا جماعه الخير ما شاء الله نبي نسوي بينكم تحدي واللي يفوز
ياخذ من عندنا هديه حسابك علينا. احنا الان في العسل البري، تبغون اسالكم اسئله عامه ولا تبغون في العسل؟ لا اسئله عامه. اسئله عامه؟ ايوه اسئله عامه. ممتاز. سؤال عام. السؤال ايش رايكم نسوي بينكم نشوف من التاجر المثقف فيكم؟ يعني من التاجر المثقف، نحن نسميها التاجر المثقف، يعني انت اذا صرت عندك معلومات اكثر تصير انت التاجر وتاخذ الهديه. صح؟ صح. ممتاز. وانت؟ صح. يلا انتبه يا بطل، انتبه حبيبي، انتبه انتبه عليه. متعب؟ هلا والله بمتعب. هلا. طيب السؤال يقول، السؤال الاول، مدينة من مدن المملكة تبدأ بحرف الحاء. حائل. حائل ما شاء الله. ها عادل الله. واحد صفر. السؤال الثاني يقول، شيء موجود هنا معنا بالمحل يبدأ بحرف الدال. ها الدال، حرف الدال، فكر كذا. ها هنا جوا؟ ايه في المحل موجود قدامنا، ترى قدامنا قريب ورا متعب. ها ها وعلى كرسي. ها دال. ها على كل شو اسمه؟ درع. درع. واحد واحد. درع هذا هو قدامكم. تمام. شيء موجود في العسل البري يبدأ بحرف الحاء. ها ترى لو ركزتوا هو دلع نفسه ترى. حلق. ها حلق. حلق من هو؟ حالس العسل. حلق. لا هو دلع نفسه، يعني اللي هو قال اسمه دلع يعني، ولا هو اصلا يبدأ بحرف الميم وبعدين دلع نفسه بحرف الحاء. شو اسمك؟ حمودي. يلا ها جاوبوا. وبحرف الماء يبدأ بمر حاء حل. حرف الميم. ودلع نفسه بحرف الحاء. الله يسلمك. ها شو اسمك؟ حمودي. نعم. يلا ركزوا، هو اصلا اسمه حرف الميم. شو اسمك؟ حمودي. حمودي. وبعدين لما نسأل يقول بحرف الحاء يبدا. ها حمودي. حمودي. كيف الحال؟ انت مستعجل قدم شوي. 2-1. يا هو ركزوا يا شباب. حمودي. طيب بسألكم سؤال الان. 2-1. اذا جبت 3 انت تفوز. ركز. شيء موجود في الغابة يبدأ بحرف الألف. أسد. 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 2-2. أوه. شيء يوجد في الجبال وفي الأشجار اللي في الجبال بحرف العين. غين. ها؟ غين. غين. عنبر. ها؟ عنبر. عنبر. لا. ها؟ مفيد. عسل. عسل. فاز عليك، هارد لك، مبروك معنا عبد الله. عطنا ناظر هنا. كيف عندك وكيف حسابك علينا؟ وقف عندك ليلة تحسب، حاول فكر ايش تجاوب. اقول له انا من 8 1100 صايب يا الغالي. اهلين وسهلين ومرحب تايل 7-1-2. ركب رتب شوفي نظره وسوي باقي مره واللي شاركنا. ايوه يا سلام عليك. جرب والدنيا تجرب، متنوعة من كل جانب، اختار الحل المناسب وحساب الفايز علينا. أجمل أوقات السعادة أقبل بالبشرة ما عدا فيها المعرفة والفدا والبسمة نرسمها فينا. حسابك علينا.